مشاهدينا الكرام، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. الوجع السوري لا يخفى على أحد، هذا الوجع الذي تترجمه القصيدة، هذه القصيدة التي يورثها الشاعر أبناءه وأحباءه وكل من يحرصون تمام الحرص على الكلمة التي تدلف بهم من باب الحرية حتى يعانقوا شعاع الشمس بأرواحهم لا بأيديهم فحسب. مشاهدينا الكرام، ضيف هذه الحلقة عبر سكايب من عمان معنا الشاعر السوري المميز جدا الأستاذ ياسر الأقرع. حيا الله أستاذ ياسر، أهلا وسهلا بك معنا في هذه الحلقة من بيت القصيد. تحياتي أستاذ مصطفى، جزيلا لهذه الاستضافة، شخص رائع. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر، ونحن سعداء جدا بتشريفك لنا في هذه الحلقة. توطئة قصيرة ومختصرة عن ياسر الأقرع في سطور. ياسر الأقرع مواليد حي دير بعلبي مدينة حمص السعودية، مواليد 1972. طبعا غادرت البلد إلى عمان أوائل العام 2014، وما زلت في عمان حتى الآن. نعم، تعمل في سلك التعليم ولك يعني الكثير من الإصدارات الشعرية. حدثنا عن فكرة المعلم حين يكون شاعرا والشاعر حينما يعمل في التعليم، هذه المتلازمة العجيبة أو التي ربما تكون متصالحا معها إلى حد كبير. في الحقيقة إذا كنت تقصد العمل المهني فهو غالبا يكون على حساب الشعر أو العكس، يعني لا يمكن للشاعر غالبا ان يكون معلما نموذجيا بالمفاهيم المهنيه رغم ما يمتلكه من قدره ومن قدره الوصول الى الاخر. هو يتعود على الوصول الى الجماهير فيصل الى الطالب ويتعامل معه، لكن تبقى الروح الشاعريه احيانا تسيطر عليه حتى في مهنه التعليم، لكنه يستطيع ان يكسب محبه الطلاب لانه قادر على جذب الجمهور اساسا. ومن المؤكد أيضا أنك ستكسب محبة من يتابعوننا الآن أستاذ ياسر، ولا شك في ذلك. إلى أولى القصائد التي تود أن تسمعنا إياها وتمتعنا فيها، تفضل بإلقائها، كلنا شوق. سأبدأ بقصيدة وتبقى حمص. طبعا كلنا يعرف أن الجرح السوري جرح عميق. صحيح. غادرنا حمص ولم تغادرنا، ما زالت في قلوبنا، في جراحنا، في نزيفنا، نزيف الذكريات. فكانت تقريبا أولى القصائد التي كتبتها بعد أن غادرت سوريا. يا سلام. أنا في حمص لي بيت، أنا في حمص لي بيت ولي أهل ولي أرض وجيران، أنا في حمص لي بيت ولي أرض ولي أهل وجيران، ولي في الحي مدرسة تركت طفولتي فيها وأحلامي وأوراقا كتبت بها بأن العرب إخوان، ولي أم كباقي الخلق، ولي أم كباقي الخلق مشتاق لضحكتها للمستها لهمستها، أحن لصوتها الدافي وصوت الأم أوطان. الله. لوجه أبي وقد تعبت ملامحه من الدنيا، كأن العمر كل العمر أحزان، لهمسته إذا ما نام متكئا وقد سرقته غفوته بأن النوم سلطان. يا سلام. أنا من حمص، أنا من حمص، رفاقي كلهم ماتوا، أنا من حمص، رفاقي كلهم ماتوا بصمت، كلهم ماتوا، وما بقيت على أرضي سوى أشلاء أطفالي وبعض دماء من كان، وبيتي لم يعد بيتي، وبيتي لم يعد بيتي، فقد سكنته من بعدي خفافيش وغربان، فلا ركن ألوذ به ولا سقف وجدران، وأهل الحي أين هم؟ وما يدريك يا من في أين هم؟ وهل للموت عنوان؟ أنا في حمص لي بيت ولي أرض ولي أهل وجيران، أنا في حمص لي أهل
ولي أرض ولي بيت وجيران. ستبقى حمص عاشقة ومخلصة، سترفض كل من جاء لتسكن حضن من كانوا. يا سلام يا سلام، لا فضفوك أستاذ ياسر، وإن شاء الله بترجع ليالي الملاح في حمص وكل سوريا حرة تحتضن أبنائها الذين فرقتهم المواجع وتجمعهم على كلمة الحب والسلام الدافئ الذي يليق بهم أجمعين. أستاذ ياسر، القصيدة هل هي شكل من أشكال الترف اللغوي أم أنها تتجاوز فكرة اللغة لما هو أبعد، ألا وهو البعد الرسالي؟ والله قضيه الشعر، هل هو يعني فن خالص ام انه يجب ان يؤدي رساله؟ انت تعرف استاذ مصطفى انها مساله اشكاليه اصلا، لكن هذه المساله تبقى اشكاليه طالما انت يعني لست صاحب قضيه عامه، هي ليست قضيه خاصه. فالان مثلا يعني قبل ذلك الجرح الفلسطيني، العراقي، السوري، لا يستطيع الشاعر ان يكون سوريا دون أن تنعكس في شعره الجراح التي عانى منها هذا الشعب العظيم، دون أن يسطر في شعره قضية أساسية، يعني التغافل عن هذه القضية أو عدم يعني تسربها إلى شعره أنا برأيي خيانة. أنا لا أقول إن القصيدة يجب أن تكون ذات رسالة فجة، أنا أستطيع أن أوصل الرسالة التي أريدها لكن بقالب فني جميل حتى تكون أكثر تأثيرا حتى في المستمع ولا تتحول إلى خطاب. يعني الحامل الفني لابد أن يكون متوفرا للقصيدة دون شك، وإلا تحولت إلى كلام عادي. لكن أرى أن غض النظر عن قضية عظيمة والالتفات إلى الشعر ووصفه فنا خالصا دون اهتمام بهذه القضية يعني خيانة عظمى لا تقل عن الخيانة العسكرية على الإطلاق. وماذا عن دور الشاعر باعتقادك أستاذ ياسر؟ هل دور الشاعر يتجاوز فكرة كتابة النص إلى أن يكون مثلا قدوة يتأثر به الآخرون ويؤمنون بفكرة أن الأمل يعني ينبعث من قصائده، أن هذا الشاعر يهون عليهم أوجاع غربتهم، يخفف عنهم آلام الواقع الذي يعيشون، وبالتالي يعدونه رمزا؟ هل مطلوب فعلا من الشاعر أن يكون رمزا أم أن هذه لا تنطبق إلا على قلة؟ صديقي، أولا الناس مجمل الناس في الأوضاع السياسية الراهنة في كل الدول العربية لم تعد تؤمن بالسياسيين، يعني الناس لا تؤمن بالسياسيين الآن، هي أمام كذبة كبيرة، كأن هؤلاء الناس في سفينة وهي في عرض البحر ويعني تلوح بها الرياح في كل اتجاه. والإنسان بطبيعته خاصة إذا كان صاحب يعني جرح عميق يحتاج إلى ما يهدئ من مواجعه وما يبعث فيه الأمل. أرى أن الشاعر له دور ريادي وأساسي في هذه القضية، ويعني أمامه أمران. الأول أن تحاكي هذه الجراح، يعني كم يشعر الإنسان العادي القارئ العادي بارتياح شديد عندما يرى أن الشاعر يستطيع أن يقول ما يعجز هو عن قوله، هو يشعر به لكن لا يستطيع أن يقوله، فيقوله الشاعر بطابع فني جميل. وبالدرجة الثانية وهذه جدا مهمة، أن يبعث فيه الأمل. نحن نعرف أن سنة الله في الكون، سنة الله في الكون انتصار الحق، هذا لا شك فيه أبدا. فعلى الشاعر أن يذكر الناس دائما بهذه الحقيقة ليبعث فيهم الأمل. ويعني تعرف حضرتك ويعرف الجميع أن الكلمة تقود مجتمعات. صحيح. أحيانا كلمة من سياسي تقلب دنيا رأسا على عقب. صحيح. وأيضا الشاعر إذا كان يعني يستطيع أن يقوم بهذه الرسالة، لكن أرى أن الشرط الأول وصول الشاعر إلى الناس أولا، يعني يجب أن تقتنع الناس أن هذا الشاعر مثل فعلا. ومع الأسف، مع الأسف الشديد، الشعراء يعني هؤلاء الشعراء قلة جدا جدا على الساحة. أنا لا يكفي أن أكون شاعرا جيدا، أنا أولا يجب أن أكون إنسانا جيدا، لأن إذا استطعت أن أصل بإنسانيتي إلى القارئ أحبني، وإذا أحبني أحب شعري، وإذا أحب شعري تأثر به، فأستطيع باللا شعور عنده أن أقوده إلى ساحة الأمل التي أسعى أن أوصله إليها. أما إذا لم أستطع أن أصل إليه أو أثبت له أنني دون مستوى أن أكون مثلا رياديا له، فطبعا سأسقط أنا ثم تسقط القصيدة حتى لو كنت المتنبي نفسه. يعني أنا مؤكرم بها من إجابة أستاذ ياسر،
وأنعم علينا وأكرمنا بقصيدة جديدة الآن، نريد أن نسمع منك جديدك إلى قصيدة ثانية، تفضل. القصيدة الثانية قصيدة إلى أمي. يا سلام. وأمي مقيمة في تركيا، أنا لم ألتقي بها منذ أن غادرت سوريا منذ يعني حوالي 8 سنوات، واسمها يا وطني الدافئ يا أمي. سيصلها سلامك ولا شك في ذلك، منبعثا من حرارة هذه الأبيات وهذه الحنجرة الصادقة والمشاعر التواقة إلى عناق مؤجل لابد أن يعجل وأن يكون قريبا. تفضل أستاذ ياسر. أماه أماه جئتك باكيا مكسورة، أماه جئتك باكيا مكسورة، مدي يديك فقد تعبت كثيرا. أماه جئتك باكيا مكسورة، مدي يديك فقد تعبت كثيرا. طال اغترابي مذ تركت طفولتي، وأضعت عمري عابثا مغرورا. ودعت حضنك، ودعت حضنك مذ كبرت، وكان لي وطنا وبيتا دافئا وسريرا. أماه كيف تركتني، أماه كيف تركتني، أولم أكن ذاك المدلل يجهل التدبير. أماه منذ تركتني ضيعتني، وغدا الزمان معقدا ومريرا. غادرت عهد طفولتي، غادرت عهد طفولتي، ووهبته تاريخ عمري أحرفا وسطورا. ما زلت ذاك الطفل، ما زلت ذاك الطفل حين تضمه عيناك يصبح شاعرا وأميرا. ما زلت ذاك الطفل حين تضمه عيناك يصبح شاعرا وأميرا. أكمل. ما زلت ذاك الطفل رغم عناده يغفو بحضنك ساهيا مسحورا. ما زلت في أهدابه فردوسه، ما زلت في أهدابه فردوسه، رؤيا ولي تتعب التفسير. في وجهك الصيفي أزهر دربه، فغدا يطير شعره عصفورا. أماه أين طفولتي، أماه أين طفولتي، أولم تزل في الحي ترجو أن أعود صغيرا. أماه أين طفولتي، أولم تزل في الحي ترجو أن أعود صغيرا. أماه أنت طفولتي، أماه أنت طفولتي، لا تحفلي يا روح روحي إن غدوت كبيرا. يا سلام يا سلام يا سلام، يعني كما لو أن المشاهدين يتابعون أو يجلسون معي وأقول لهم تفضلوا وانظروا إلى هذا الجمال، إلى هذا الصدق الوجداني والعاطفي العالي. أستاذ ياسر، عن فكرة الثورة في وجدان الشاعر، هل تتخيل فكرة أن يكون الشاعر مثلا غاضا بصره وضميره عن وجع أمته، عن آلام أبناء جلدته، إلى ويعني إلى آخره من هذه القيم التي ينبغي أن تكون حاضرة باعتقادي في نفس الشاعر الذي ينادي بالحرية، هل تتخيل شاعرا مثلا لا يؤمن بمقتضيات الثورة على الظلم، الثورة على الاضطهاد، الثورة على الطغيان، على الاستبداد، الاستعباد وما إلى ذلك؟ أستاذ مصطفى، من لا يؤمن، من لا يؤمن بضرورة الثورة على الطغيان والظلم والاستبداد، لا أقول هو ليس شاعرا، أقول هو ليس إنسانا. يا سلام. أصلا يعني الإنسانية أعمق من موضوع الشعر. الفطرة الطبيعية، الفطرة الطبيعة في الحياة، نحن أحيانا نشاهد مثلا مشهدا، مشهد افتراس في عالم الحيوانات بشكل طبيعي رغم أنها سنة الحياة يعني في عالم الحيوان، لكن نتعاطف مع الضعيف، فما بالك والمستبد يعني يفترس الضعفاء من البشر، من أبناء جلدته، فكيف لك أن تكون إنسانا، كيف لك أن تطمئن كإنسان، لا أقول كشاعر، تطمئن كإنسان وأنت تقف إزاء هذا الأمر موقف يعني الحيادي. والرمادية في بعض الظروف التاريخية خيانة، حتى الرمادية. وأحيانا وهذا يعني بعض الشعراء يلجأ إلى يعني مسك العصا من الوسط، يعني بيعمل حساب خط الرجعة بالعامية،
يعني مسك العصا من الوسط أمام كل ما يحدث على الساحة الآن في كل الدول العربية وفي سوريا طبعا. ما يحدث على الساحة الآن يحتاج من الإنسان إلى موقف، ولا شك أن للموقف ثمنا، يعني هذا أمر طبيعي، لكن ما قيمة الشعر وما قيمة هذا العطاء الرباني؟ الشعر عطاء رباني، عطاء من الله، ويعني على مبدأ مما رزقناهم ينفقون. فأنت تنفق من شعرك في سبيل الحق، وإلا فلست شاعرا حتى لو كنت جميلا ورائعا. ودعني أذكر القضية يعني تثير إشكالا أحيانا. تفضل. نزار قباني هذا الشاعر الكبير طبعا، بدايات نزار قباني في قالت لي السمراء وطفولة تهد وغيرها من الدواوين الشعرية كانت في بداية الأربعينات 1941 أو 42 أو كذا. بداية دواوين نزار قباني كلها طبعا في الغزل، والغزل الجريء إلى حد ما. في تلك المرحلة كانت سوريا تعيش مرحلة النضال ضد الاستعمار الفرنسي. فإلى اليوم بعض النقاد يرون هذه مشكلة عند نزار، يعني أنت كشاعر تعيش في دمشق وفي يعني خضم الأحداث، كيف لدواوينك الأولى أن تخلو ولو من حرف واحد يتعلق بمقاومة الاحتلال الفرنسي، والبلد يعني كانت على فوهة بركان. التاريخ لا يرحم. قد يشاد الآن بالشاعر، وشاعر رائع وشاعر عظيم، لكن التاريخ لا يرحم، سنمضي جميعا سنمضي، ويبقى ما نتركه وراءنا. وعندها هناك من يمدح وهناك من يلعن. شاعرنا العزيز أستاذ ياسر، أستاذ ياسر، هل أنت ترى بأنه يعني فرض عين على الشاعر أن يصدر موقفاً ما، موقفاً إنسانياً، موقفاً مجتمعياً، موقفاً اصطفافياً فيه يصطف إلى جانب المظلومين، أم أنه يعني عليه أن يحافظ على فكرة المقاربة بين الجميع، رأب الصدع وهذه العبارات التي يطلقها بعضهم وربما يزينونها لجمهورهم حتى يقولوا إنهم مثل ما تفضلت قبل قليل إنهم يحافظون على خط الرجعة؟ يعني هل مفروض على الشاعر باعتقادك الشخصي أن يكون صاحب موقف، أم أن هذه ليست مهمته؟ الإنسان يجب أن يكون صاحب موقف، الشاعر أولى به أن يكون صاحب موقف، لأن الإنسان العادي قد يسمعه بعض الأشخاص حوله. الشاعر صدى صوت، أنت توصل صوتك إلى الآخرين، فإن لم تكن أنت يعني صاحب موقف فمن يكون؟ طيب هذا كلام أنا فكرة أن يكون لنا موقف أستاذ ياسر، ربما تنسحب مثلا بمشكلة معينة أو بأذى معين أو تؤدي إلى قطيعة ما بيننا مثلا وبين آخرين، ربما يصطفون في مربع الظالم أو يقولون إنهم مغلوبون على أمرهم فهم يعني يحيطون بالظالم كونهم يعني يعيشون في تلك البقعة التي يحكمها أو ما شابه ذلك. هل ترى أن فكرة تصدير الموقف وتبنيه تستحق التضحية، أم أن المسألة فيها بعض استثناءات مثلا؟ دعني أكون واضحا جدا في هذه النقطة لأنها حساسة جدا. تفضل. طبعا لا شك فيه، أنا لا أطالب الشاعر أكثر ما يستطيع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن هذا لا يبيح النفاق. يعني أنا أتفق أن للشاعر يعني يجب أن يكون للشاعر موقف، هذا أمر بديهي، لكن إذا كان في ظروف لا تسمح له بإشهار هذا الموقف فعلى الأقل لا تصفق للباطل. جميل. يعني أحيانا تكون لنقل الحيادية الظاهرة، يعني هناك من يخفي دينه أحيانا ولا يجاهر به، وهو دين مسألت يعني جنة أو نار، ولا يجاهر به تحت ظروف معينة. أنا لا أطالب شاعرا، طبعا عندها أولويات، يعني الشاعر يعني أنا في مرحلة ما من المراحل لم أستطع في البداية أن أجاهر بموقفي، هناك أناس يهمني أمرهم يعني في داخل البلد، أنا لا أستطيع أن أكون سبب في أذية إنسان، فما بالك لو كنت داخل البلد. لكن نحن على الأقل أكون يعني في الظروف التي أنا مضطر أن أكون فيها يعني لا أستطيع أن أجهر بالحق، على الأقل لا أنافق. أنا لست مجبرا على المدح ولست مجبرا على مثلا المشاركة في أشياء، يعني لا أريد أن يظهر انضمامي إلى الطرف الظالم أيضا، كمان هذا الأمر يعيبني. جميل جدا. إذا لم تستطع أن تجهر بموقفك من أجل نصرة الحق فعليك أن لا تكون بوقا للباطل فتناصره. أحسنت أستاذ ياسر، إلى قصيدة جديدة الآن، تفضل وأسمعنا ما تحب. قصيدة الآن ما زلت وحدك تاريخ، وهي للأردن. يا سلام. طبعا تأخرت كثيرا في الكتابة
للأردن بعد سنوات من وصولي إلى هنا. طبعا أحببت أن يعني تتشبع في البداية بأخلاق أهلها، بجمال أحسنت سهولها، جبالها، تلالها، وديانها، أحببت أن وبأهلي. تتشربها أولا. نعم، أحسنت. والمسألة الأخرى وهي يعني قد تبدو أهم، أنا لست مداحا، يعني أنا لا أتي إلى بلد فأمدح. أنا عندما وجدت أن هذا البلد بأهله، بشعبه، بعاداته، بتقاليده، بتكريمه لي على الصعيد الشخصي أو الصعيد العام كسوريين، وجدت أنه أصبح مدح أهل الأردن فرض علي. يعني لم أكتب إلا عندما شعرت أن هذا الأمر لابد منه، وهو أمر صادق 100%. فكتبت القصيدة التي تصف يعني دخولي إلى الأردن، مشاعري حين دخلت، واستقبال أهل الأردن بطريقة ما. سأسمعكم القصيدة إن شاء الله. تفضل. أردن، أردن جئت وجمر الفقد يتقد، أردن جئت وجمر الفقد يتقد، يممت نحوك إذ ضاقت بي البلد. غادرت أرضي مطعونا بذاكرتي، أسائل العمر عن ذاتي ولا أجد. يا سلام. عتقت روحي، عتقت روحي في الصمت المذاب أسا، وشلت حلمي أغريه ويقتصد. مزقت قلبي لي قلبان في سفري، قلب ذبيح وقلب تائه يفد. ورحت أجمع أنفاسي وأعتقها كما الغريق يرى الشطآن تبتعد. يا سلام. أدنيت حلمي مذ لاحت حدودك لي، أدنيت حلمي إذ لاحت حدودك لي، روحا يتوق إلى أحضانها الجسد. ناديت من لهفي يدا فرد صدى، كل القلوب التي مدت إليك يد. يا سلام. ألقيت همي في واحاتها تعبا، ورحت بعد هجر التيه أبترد. تلك القلوب كأن الكون يسكنها، فلا غرابة إن برت بما تعد. أردن، أردن مجدك في عين الزمان رؤى، من لا يراك عظيما صده الرمد. يا سلام. أردن مجدك في عين الزمان رؤى، من لا يراك عظيما صده الرمد. ما زلت وحدك تاريخا طغى ألقا، لو شبهوك بوهج الكون تنفرد. كل الذين بأرض الله قد ظلموا، كل الذين بأرض الله قد ظلموا، تاهوا حيارى ولم يحفل بهم أحد. حتى إذا فتحت كفاك جنتها، جاءوك مثل عطاش الطير إذ تردوا. فاخضر رملك إكراما لخطوتهم، وامتد ظلك كي ينساب منه غد. أنت الأمان بغاب لا أمان به، أنت الأمان بغاب لا أمان به، لذا يأمك ملهوف ومضطهد. أنت الأمان بغاب لا أمان به، لذا يأمك ملهوف ومضطهد. أرض النشامة وما سميت عن عبث، كل الشهامة في من فيك قد ولدوا. رتلت مجدك بعض الوقت معتذرا، أن الدقائق في عمر الوفا أبد. أن الدقائق في عمر الوفا أبد. لفظ فوق أستاذ ياسر، وربما يصطف إلى جواري الكثيرون حتى يقولوا ويؤيدوا قولي إنك والله لم تتجاوز الحق بهذا الوصف للأردن الجميل، لم تتجاوز الحق أنملة واحدة. التحية، كل التحية للأردن، للعراق، لسوريا، فلسطين، لكل الوطن العربي الكبير على امتداد الخريطة العربية الواحدة. الجراح تجمعنا، الآلام تذكرنا أننا أمة واحدة، أمة لا تنفصل، أمة تأبى إلا أن تظل متصلة تاريخا وجغرافيا، وكذلك لها في عمق الأرض الضاربة ثبات لا يمكن أن يتزحزح، إنه الثبات الذي ترجمته في قصيدتك، وإن كانت عن الأردن إلا أن لسان الحال يقول إنها تنطبق على واقعنا كلنا،
ونحن نصر على فكرة الحياة التي نستحق. أستاذ ياسر، سنخرج الآن إلى فاصل قصير، بعده نواصل. مشاهدينا الكرام ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد قليل. مشاهدينا الكرام في الوطن العربي، يمكنكم متابعة بثنا على مدار القمر نايلسات على التردد 10727 الاستقطاب أفقي. كما يمكن لمشاهدينا في الأناضول والقارة الأوروبية استقبال بثنا على القمر تركسات 3A على التردد 12729 الاستقطاب عمودي. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم مجددا في بيت القصيد. نواصل هذه الحلقة، وللتذكير معنا عبر سكايب من عمان الشاعر السوري المتميز جدا بأخلاقه قبل شعره، الأستاذ ياسر الأقرأ، الشاعر الجميل صاحب الرسالة صاحب الصوت العذب الذي يصل بعذوبته الشعرية إلى قلوب ربما شيء لها أن تكون غلفاء غافلة، لكن كلمة الحرية والحق والحياة لابد أن تفتح القلوب التي أنهكها اليأس. أستاذ ياسر. نعم، أهلا أستاذ مصطفى، شكرا جزيلا لك، وسعداء أكيد بتشريفك ووجودك معنا. كلمنا عما يلح عليك دائما قبل كتابة القصيدة، هناك مجموعة من الهواجس تعتمل في روح ونفس الشعر قبل الكتابة، مسيطرات تحيط به كما لو أنها جنود وحرس، لكنها مسيطرات الضمير، مسيطرات الإصرار على أن يكون النص إضافة لي، لا إضافة على، إضافة لياسر لا إضافة عليه وعبء. حدثنا عن هذه المسيطرات، هذه البواعث، هذه الهواجس التي تحيط بك قبل وأثناء وبعد كتابة قصيدة معينة. أستاذ مصطفى، يعني طبعا لا أريد أن يعني أعطي للأمر يعني بعض الطقوس الخاصة في الكتابة، لا، القصيدة طبعا زائر يأتي متى يشاء هو، يعني هو القصيدة تفرض نفسها عليه. يعني أنا مقل عموما في الكتابة لأنني لا ألجئ نفسي إلى الكتابة أصلا، وأعتقد أحيانا أن هناك بعض القضايا الكبرى أو الحوادث التي تمر معنا وتثير فينا مشاعر من الحزن الشديد، أحيانا يعني يقف هذا الحزن حاجزا بينك وبين القصيدة. يعني أحيانا أرى أن القصيدة مهما كتبت، يعني نحن اليوم في عصر الصورة الفيديو، عندما يعرض مشهد ما من الوطن العربي لمأساة من المآسي، ما الذي يستطيع أن يقوله الشاعر أكثر مما يعرض أمامه؟ لا. كان الشاعر في القديم مصور، يعني كان يشهد معركة فيصور، ينقل المعركة إلى الناس لأنها لم تكن مصورة. الآن التقنيات الموجودة صعبت مهمة الشاعر في التعبير، أنك مهما قلت لن تصل إلى مستوى ما تعرضه أو تراه على الحقيقة أمامك يعني. لكن بالعموم القصيدة، يعني أنا شخصيا مثلا لا أدخل في سجال الشعر على الإطلاق ولا أنكره على أصحابه، لكن أنا لا أدخل سجال الشعر لأن القصيدة لا أستطيع أن أتعامل معها وكأنها يعني أنا أقعد يعني بدي أعد قصيدي أو أكتب أو سجل، فأعتذر من عن هذه الأمور تماما. القصيدة تأتي على راحتها وأستقبلها استقبالا حسنا لائقا. نحن هنا لا نريد أن نغرق بالحديث عن الطقوس أستاذ ياسر، أو عن نظرتك لمثلا فن ما من فنون الشعر، وربما كثيرون يصطفون إلى جانبك فيما يتعلق بفكرة الارتجال، وعلى أنه يعني ليس من الشعر بقدر ما هو من النظم وبقدر ما هو من الصنعة والدربة، لكن نتحدث هنا عن الخطر، أو أكثر ما يفرض نفسه عليك ويجعلك في دائرة خطر حينما تريد أن تكتب قصيدة، الأمور التي تضعك في دائرة خطر، المشاعر التي تسيطر عليك قبل الكتابة وتخشى منها كثيرا، لذلك ينتابك الحرص الشديد. حدثنا عن هذه المخاطر التي ربما تحيط بك قبل كتابة قصيدة معينة.
شوف أستاذ مصطفى، القصيدة أنا برأيي القصيدة يجب أن تعتق، أي قصيدة تكتب يجب أن تعتق. عظيم جدا. يعني نأخذ يعني مثالا بسيطا، الآن أنا الآن بدي أظهر أمامك على الشاشة، على شاشة التلفزيون، هل أستطيع أن أظهر على طبيعتي كما كنت في البيت قبل اللقاء؟ طبعا سأرتدي ثياب وأرتب شكلي، ولأن من حق المشاهد أن يراني في يعني حلة، في أفضل وأفضل شكل. القصيدة أمانة، القصيدة عندما تكتب يجب عليك أن لا تخرجها إلى الناس إلا وهي بكامل رونقها، بكامل سلام. فأحيانا تكون هناك مشاعر للكتابة، أترك الأمور على سجيتها. طبعا دائما الشرارة أو البرق الذي يلمع في السماء، في سماء الشاعر، هو مطلع القصيدة، لكن لا أضع مطلع القصيدة أمامي وأبدأ بالتفكير بما أقول. القصيدة تأتي تدريجيا، أنا نادرا ما أكتب قصيدة في جلسة واحدة، أجلس وأنهي القصيدة، أترك المشاعر أن تتدفق على راحتها، وبعد إنهاء القصيدة تماما يجب أن يعاد النظر فيها. هذا ليس، قد يقول البعض أن هذا صنعة وهذا، لا لا أبدا، من حق الناس. هذا ليس عيب، هذا تقدير للقصيدة واحترام لقيمتها ومضمونها، تقدير للناس أولا. أنا مؤتمن، الناس تنتظر من الشاعر قصيدة جيدة، فمن حق الناس أن تظهر القصيدة. وكم من مرة أنا نشرت قصيدة ثم خطر في بالي استبدال كلمة ولو واحدة فيها، فأشعر بإنزعاج لأن هذه الكلمة لم تخطر على بالي، رغم أن الكلمة الموجودة جيدة، لكن لو كانت هذه، والكمال لله طبعا، ليس هذا كلام أكيد، لكن هاجس القصيدة، أي مشاعر تنتابني للكتابة لا تأخذ طريقها إلى الكتابة. وأكثر قصيدة كانت مستعصية يوم وفاة والدي، أنا جلست عاجز تماما، يا الله. الحدث هزني جدا إلى درجة، والناس قد تنتظر من الشاعر الذي مات أبوه أن يكتب. يعني يا جماعة المسألة أصعب بمليون مرة من أن أستطيع أكتب حرف واحد، أصعب قصيدة، ولم أكتب إلا بعد فترة طويلة جدا. الحزن، الصدمة كانت حاجز، كأنني في حلم، أنا لست في حقيقة، يا الله. لكن عندما تشعر قلبي هذا الحزن وبدأت أشعر بالفقد وبدأت تتداعى الذكريات منذ طفولتي واحتضانه، هنا تفجر إحساس الشعر وكتب بعدها. فالقصيدة كل المشاعر، الإنسان نحن نتساوى، البشر جميعا يتساوون بالمشاعر بالإحساس، نختلف عقليا، مستوى العقل يختلف، لكن مستوى الإحساس أبدا، الناس كلها لديها مشاعر فياضة جدا. ويأتي بعد أسلوب التعبير واحترام القصيدة واحترام الناس وأنت تعرض عليهم القصيدة. لكن ربما عطر هذه الأحاسيس يختلف من زهرة إلى أخرى، فقد تجد من يتأثر بك وقد تجد من يقل تأثيره وأثره كذلك، ومن المؤكد أنك لا تختلف معي بهذا. إلى قصيدة جديدة، تفضل. سوريتي. يا سلام. هذه القصيدة يعني حدث موقف عابر يعني فيها، وكانت التماعة البرق كما وصفتها منذ قليل، كنت أتحدث بلهجتي السورية طبعا التي لم أستطع أن أتخلص منها على الإطلاق، ولا أريد أن أتخلص منها، أحب. فأثناء كلامي امرأة واقفة في مكتبة فسألتني من أي أرض أنت، من أي أرض بالتحديد، من أي أرض يعني تقصد أي بلد؟ فالتفت قلت لها أنا مو من أي أرض، أنا من سما مو من أرض، يا سلام. أنا من سوريا. نعم. فكان مطلع هذه القصيدة التي سنسمعها الآن إن شاء الله. تفضل. من أي أرض قلت بل قولي سما، سورية الروح المذابة أنجما. من أي أرض قلت بل قولي سما، سورية الروح المذابة أنجما. خلقت من الألق المعتق وارتقت، فغدت لها كل المعارج سلما. نغم من التكوين، نغم من التكوين لو رددته سحرا على أذن الوجود ترنم. تلك البهية رونقا، تلك البهية رونقا، فكأنما في ثغرها أمل الحياة تبسم. الياسمين على الدروب قصيدة، الياسمين على الدروب قصيدة، تركت نسيم الفجر شعرا ملهما، وغفت على كتف الزمان حكاية، لغزا مثيرا وانتظارا مبهما. ما جيء بالمجد العظيم مؤرخا، ما جيء بالمجد العظيم مؤرخا، إلا تردد هيبة وتلعثما.
أبدا ولا ألقى هناك تحية إلا ورد بها الصهيل مسلمة. هي تكتب التاريخ لا تروى به، هي تكتب التاريخ لا تروى به، وبها يدين مخافة أن يأثم سوريتي وحي الهوى، سوريتي وحي الهوى، من ظنها تدني إليها العابرين توهما، سوريتي وحي الهوى، من ظنها تدني إليها العابرين توهما. قالت فكيف؟ فقلت لا تستغربي، لا تستغربي لو أنها صرخت أسا وتألما. قالت فكيف؟ فقلت لا تستغربي لو أنها صرخت أسا وتألما. أرض الكرامة لم تبح بأنينها إلا لأن جراحها نزف الدم. فالجنة المثلى على أهدابها صارت وقد صعق الطغاة جهنم. سكتت مسائلتي وغضت طرفها، سكتت مسائلتي وغضت طرفها، وحملت نجواي الجريحة مرغما. بلدي بلدي أتيتك، بلدي أتيتك بالقصيدة متعبا، غص الحنين وأدمعي أضحت فما. تعبت بنا الأيام واختنق المدى، وشراع أهلك في الرياح تحطم. إن المنافي مزقت أرواحنا، صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى. صرنا بفقدك يا حبيبة يتمى، وما أقساه من يتم، وما أوجعه من جرح ممتد. أستاذ ياسر، ربما هذا نص يقودني إلى سؤال ينكأ جرحا واسعا وكبيرا، ولا ينكر أحد ذلك، وأحد هنا تنطبق على يقظي الضمائر، أما أولئك فلا ضمائر لهم، ولا حياة ولا وجود ولا إنسانية. سؤالي إليك أستاذ ياسر، ما الذي ينقص السوريين باعتقادك حتى يتحقق الحلم المنشود الذي خرجوا من أجله؟ الحب، ينقصهم الحب. يعني في هناك شيء، هناك شيء مؤسف جدا. طبعا هذه من مخلفات أي ثورة في العالم، نحن نبالغ أحيانا في جلد الذات. يعني ثورة قامت غير منظمة أساسا، لكن تدافع عن حريتها، عن كرامتها. يعني أستغرب لماذا الإنسان العربي مفروض عليه إما أن يكون مستعبدا أو أن يقتل ويهجر. غريب، يعني أليس له حق كإنسان أن يعيش بكرامته وفوق أرضه وفي بلده؟ الآن خرجت الناس مع الأسف طبعا، يعني ما نشهده على الساحة اليوم، أنا ضد أي فكرة، ضد أي فكرة على الصعيد السياسي أو الأدبي أو الاجتماعي، أي فكرة تفرق أنا لست معها على الإطلاق. وأنا مع غض النظر أحيانا عن بعض الإساءات من أجل الحفاظ على البناء الكامل المتكامل. والآن مع الأسف هذا الفضاء المفتوح، فضاء الفيسبوك وعالم التواصل الاجتماعي، يعني وسع الهوى بيننا أكثر، ونحن بحاجة للتقارب، بحاجة للحب. عندما خرجنا بحب، الناس البسطاء الذين خرجوا يعني بالثورة حققوا انتصارا أذهل العالم. لم يكونوا لا يملكون مالا ولا سلاحا ولا حتى فكرا، ولم نكن نحن الشعراء أصلا ظهرنا على الساحة كأصحاب قضية، يعني نملأ الدنيا صراخ كما نفعل اليوم، لكن كان هناك حب. الناس خرجت باتجاه هدف واحد. اليوم ينقصنا الحب، الألفة بيننا، ومع الأسف مفقودة إلى حد كبير. طبعا لا أقول لا نحمل الناس المسؤولية، فرق كبير بين أن تكون تلقائيا وبين أن يعني تعبث الأيادي في سبيل تمزيقك، وما أسهل هذا الأمر في هذه الحين. لكن أرجو من كل إنسان سوري، من كل في الوطن العربي عموما، لكن الآن نناقش سوريا، أرجو من كل إنسان سوري، كل ما يفرقنا أكثر عليه أن يستبعده تماما حتى لو تحمل قليلا. ماذا عن المثقف ودوره باعتقادك الشخصي؟ تمام. ماذا عن دور المثقف في هذه الفكرة التي تطرحها؟ المثقف يجب أن يقود الدفة الآن، يجب أن يقود الزورق. يعني لمن نترك الأمور؟ يعني إذا لم يقم المثقف الآن بدوره، فمن؟ مع الأسف معظم المثقفين الذين يمتلكون هذا الوعي هم منكفئون، منكفئون، يعني هو يعرف ولكن لا يأخذ دورا قياديا أو رياديا إلا ما ندر طبعا. وبالتالي عندما تترك مكانك أنت كإنسان واعي ومثقف وقادر، عندما تترك مكانك حتما لن يبقى فارغا، سيحل محل من هو دون هذه المؤهلات.
وبالتالي تسوء الأمور أكثر مع الأسف. فكل مثقف، وخاصة الآن أقول الشعراء، الآن الشعراء والشعراء السوريون على وجه الخصوص هناك تعاطف عربي معهم جدا، فلا أريد أن نخسر هذا التعاطف. خذنا إلى قصيدة يعني دعنا نسعد الشعراء وجمهور الشعر بشكل عام بعيدا عن الخوض كثيرا، ولا أريد أن أسميه خوضا، بعيدا عن نقاش كثيرا في هذا الأمر لأن الحديث فيه يطول ويحتاج أوقاتا فسيحة وواسعة، إلى قصيدة ربما ترأب الصدع الواسع الممتد، والأمل أن تستمر هذه الروح العذبة في شدوها. يا شامو أرجو المعذرة، آت وأرجو المعذرة، إن جفت المحبر، آت وأرجو المعذرة، إن جف دمع المحبرة، مات الكلام على فمي فالشعر لن يستحضر. يا سلام. لا حزن أحمله معي، لا خوف كي أستشعره، وهج انفعالي معدم ومشاعري متحجرة، لا شيء يحييني إذن أصبحت أرضا مقفرة. يا الله. وطني وطني الجريح إذ ارتمى هم الجميع لينحره، وطني الجريح إذ ارتمى هم الجميع لينحره، مل الصراخ وهده طول الطريق وأضجره، نزف الذبيح مكابرا والكل يغرس خنجره، لم تبق إلا غصة فيه وعين مبصرة، لمحت بقايا أمة في واقع ما أقذره. يا الله. يا شام، يا شام، يا أيقونة للعشق أرجو المعذرة، يا شام يا أيقونة للعشق أرجو المعذرة، أشلاء روحي لم تزل فوق الدروب مبعثرة، ونزيف عمري تائه والهم ضيع أكثره، يا شام يا شام يا أرجوحتي يا أمسيات المقمرة، يا ذكريات طفولتي يا أمنياتي المزهرة، يا حاضر الحزن الذي بالأمس خفت تصوره، يا حاضر الحزن الذي بالأمس خفت تصوره، يا أنت يا أنشودة تاهت وحلما لم نره، وقصيدة أوجاعها بالياسمين معطرة، يا جنة الأرض، يا جنة الأرض التي قد أصبحت مستعمرة. يا الله. يا جنة الأرض التي قد أصبحت مستعمرة، في كل بيت مأتم وبكل حي مجزرة مقبرة، ومآذن الأموي ما زالت تئن مكبرة، تبكي الشوارع عمرها وخطى الرياح مزمجرة، وظلال من راحوا مضت تطأ الخلود لتعبره، يا شام يا شام يا غضبا طوى ذل السنين وأنكره، يا شام يا غضبا طوى ذل السنين وأنكره، عصر الطواغيت انتهى واختار أرضك محشره، كسرى سنكسر تاجه والروم نهزم قيصره، فرعون لن يبقى إذن ربا لكي نستغفره. يا سلام يا سلام. لفظ فوق أستاذ ياسر، هذه القصيدة ربما يعني تقودني إلى سؤال مختلف، الضمير العربي ما الذي يحتاجه حتى تندمل هذه الجراحات الواسعة والكثيرة؟ الضمير العربي يحتاج إلى أن يوجد فقط. يعني أنت ترى أنه مغيب أم غائب أم غير موجود بالأساس؟ هو يعني هو لو كان يعني مغيبا لكان يعني قد آن له أن يظهر، يعني ماذا ينتظر الغائب؟ كن متفائلا وإن بالقدر اليسير يا أستاذ ياسر، الضمير موجود ولكنه بحاجة إلى مداواة. سأكمل، أنا عندما أقول الضمير العربي قطعا لا أعني الشعوب، قطعا. نعم. والأمل بالله أولا ثم بالشعوب، الأمل بالله ثم بالشعوب، ما أراه على أرض الواقع. يعني أنا كنت في لقاء قريب، تعرف حضرتك يعني
كان هناك شعراء سعوديون ولبنانيون ومن لا تتخيل مدى التعاطف مع السوري، لا تتخيل مع الجرح السوري. وهذا هو الأمل الذي ننتظره، يعني نحن مؤمنون أن هذه الشعوب نعم هي التي مزقت سايكس بيكو، القادة أحسن. لم يستطيعوا أن يفعلوا، لكن الشعوب مزقت سايكس بيكو فعلا. نريد منك الآن أستاذ ياسر في ختام هذه الحلقة يعني قصيدة قصيرة تصلح ختاما لهذه الحلقة المميزة جدا بتشريفك لنا في بيت القصيد، تفضل. سأختم بقصيدة إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، تفضل. وما أحوجنا إلى عمر في جنة العدل، في جنة العدل فيما يعلم البشر ما مر مثلك في التاريخ يا عمر، في جنة العدل مما يعلم البشر ما مر مثلك في التاريخ يا عمر، ما طار من خبر، ما طار من خبر في العدل نسمعه إلا وحط على أعتابك الخبر. يا سلام. حزت الفضائل بل جاوزت غايتها، لكن عدلك في جوزائها القمر. يا بعض غرس رسول الله في دمنا، يا بعض غرس رسول الله في دمنا، مولاي طبنا وطاب الغرس والثمر، نفح من الطيب لو مرت مواكبه على القلوب تغنى نبضها العطر. ما زال ذكرك وحيا في قصائدنا، ما زال ذكرك وحيا في قصائدنا، نزهو ونأسى ونبكي حين نعتذر. غابت خطاك فضل العدل وجهته، واستوحش الدرب مذ أودى بك القدر. من لليتامى، من لليتامى وجوع المسلمين، ومن تاهوا حيارى، ومن في الأرض قد قهروا. كانوا وقد كنت، كانوا وقد كنت خواطرهم ساروا إليك يقينا أن ستنجبر. فأين أنت، فأين أنت لقد تاهت قوافلهم، ما للمكارم مذ غادرتهم أثروا. ميراث عدلك لم يحفل به أحد، ميراث عدلك لم يحفل به أحد، أهل العروش بهم من ذكره ضجروا. إن قيل ذا عمر الفاروق أغضبهم، أن ما تزال ضياء ليس ينحسر. كم مر ذكرك نورا في غياهبهم، فازددت باسمك تعظيما وهم صغروا. يا سلام. يا من هتفت بأن والله لو عثرت، يا من هتفت بأن والله لو عثرت، إن الذين تولوا أمرنا عثروا. في كل صرخة مظلوم صدى ألم، فارجع عليك سلام الله يا عمر. وعليك سلام الله بهذه القصيدة الأذبة التي جاءت مسك ختام هذه الحلقة. أستاذ ياسر، حقيقة شرفتنا ونورتنا في هذه الحلقة من بيت القصيد، ماذا تحب أن تقول في الختام؟ أولا أريد أن أتوجه بالشكر الجزيل إلى قناة الرافدين، إلى حضرتك شخصيا أستاذ مصطفى الشاعر الجميل الرائع، وإلى برنامجك الجميل الذي أتابعه منذ مدة طويلة، وتشرفت اليوم بأن أكون ضيفا. شكرا. ونحن طبعا أخذ منك أكثر والله، وأشكرك وأشكر كل من يتابع هذا البرنامج الناجح إن شاء الله. شكرا جزيلا لك، وإن شاء الله عما قريب نستضيفك هنا في الأستوديو أستاذ ياسر، فأنت شاعر جميل جدا، ودامت هذه الروح العذبة المنتمية إلى جراحات أمتها، وإن أجبرت على أن تتغرب دمت شاعر إنسانية وعنوان حياة. شكرا جزيلا لك أستاذ ياسر. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. إن شاء الله في الأسبوع المقبل سنكون على موعد مع شاعر آخر. دائما كونوا في شعر وسعادة وإنسانية لا تنتهي، وإيمان يتجذر في عمق الأرض التي ننتمي إليها. دائما كونوا في رعاية الله. إلى اللقاء.